بقول لك ايه، ضيف حسابي على الاستاذ حسن بيه. استاذه ندى بتقول ان احنا نضيف حساب على حضرتك. ولا عارفها. نعم يا وليه انت في ايه مالك؟ ابعد عني. بقول لك ايه يا حسن، ادفع الحساب يا اما وديني اعمل لك فضيحه هنا. تعمليني انا فضيحه ليه؟ وانا اللي قاعد في اوضه مش عايز ادفع ثمنها؟ طب جربي كده وشوفي مين هيبايت في التخشيبه النهارده. ما تهزرش يا حسن. انا ما بهزرش يا روح امك. روح امي؟ اروح امك. ما انا عايزاني اكلمك كيف. بقول لك ايه يا بت انت، انا لما بقول لك انك تيجي بيبقى عشان نقضي وقت لطيف، مش عشان تعكنني على اهلي. يلا روح ارمي بلاكي على حد تاني. يلا محروس. محروس الحقني. مين دي يا حسن؟ حسن يلا.